سعادة. بونجور. كيفك اليوم؟ منيح اليوم. شو بدك تتروق؟ مرقوشة. مثلنا؟ مثلكم؟ طالبين زعتر. وانا بيكون زعتر يا شوفي. تتسيق بعمل انترفيو اوكي؟ مع انتو اللي موجود؟ عم بحكي مع رياض مع ليه؟ ما اوكي وزن تحكي مع رياض شفين؟ لو كنت عم تحكي مع جدة. هلا انا قضيت سان فالنتين كثير رومانتيك كان صراحة. لأنه كان في أجواء سنة الحمد لله أجواء أحسن من كذا. عادل مش ملاحظ إنه شعره لرولا مقصف وبده طولية. يا أنطلي ترقى شعراتك حمرة. اتركه ايه زعلي ايه هون. عادل وين أنجو؟ سافروا والله تصوير بره. مش هيك حلقة اليوم بالحلقة مش مبينة. أنا بمشي عطيني بعوزي واخيرا هلا باخر الجينريك بخلي العالم تشوفك عم تولع عالطرمبة خلي بجوا خلي بجوا الطرمبة هاي انت عم تولي منه من منظره فهد مش معقول يا تم الدولة فهد بلسته؟ أكشن. وبحب الأكتر من أياب. وشو حبيبي مش قاعدين بنايت كلوب نحن قاعدين بعيادة الدكتور. صرعتني من وقت ما فتت وانت عم بتغني. عن حبك ما بقدر اتعب حر انا قلك معي شيء انت يلا يا عمي بدي فوت بقى انت بدك تفوتي انا اللي فايت قبلك نعم مثل ما عم تسمعي نعم شو مهذبه انا مسيو موعدي قبلك واصلي قبلك وانا رح فوت قبلك بلا مسيو بلا بقريت انت كمان انا فايت هلا دوري انا ساعه المدي بيجي بطرق باب العياده بيجري بضلني فايت اول شيء وطي صوتك واحترم حالك وما تحكي معي بهالطريقه بفسخك ثلاثه ها لمين فكر حالك انت؟ لك شو مين فكر حالي؟ مين فكر حالي؟ مش عارف حالك شكلك مع مين عم تحكي؟ مع مين عم بحكي يعني؟ احترم حالك وقعد مثل الخلو والعالم احنا عن جد هلا اعمل اتصال واحد خليهم يجي يكسروك بدعوسك انا ها؟ بدعوسك بتعرف شو يعني بدعوسك؟ ارجع لورا واحترم حالك ارجع لورا ما راح ارجع لورا هي اللي قاعد ها؟ انا رح فوت يعني انا رح فوت قلت لك انا اللي فايتي غصبا عن راسك العمى شو مشلفة؟ انا اللي رح فوت هلا مش مثل ما بدك لا يا حبيبي انا اخذي موعدي قبلك شو فكرها سايبه لك اخذي الموعد وانا اللي بدي فوت ايه زريبه هي لعنا زريبه وغير زريبه انا اللي رح فوت بدي اعرف كيف عطينك موعد واحد بلا اخلاق بلا اخلاق كلك اخلاق انت عم تشرشر مني كل اخلاق دور مين دوري نعم دوره دورك انت انا دكتور لحظه مضطر انزل طولي بالك دوري ايه ما هلا كنت عم تفحش وتقول بدك تفوت فوت نقبل هلا لحظه ما انت بدك تفوتي هلا لا يا حبيبي مش فايتك دورك والله دورك تفضل خيرك ايدك انت طول بالك انا رايح لي خليني انزل ما فيك تروح خليني انزل دورك خلص تفضل حكيم نعم. شو هذا تفضل حبيبي مش جاموسي جوا حكيم الله يوفقك خليني اقول لك شغله مش عزوقك يا بيي لك تفضل قدامي يا اخي لك خليني حكيم لك فوت لجوا ما توجعني الله يوفقك طول بالك بدي تعي فوتي ولي خلص راح تموت الله اكبر عليك الله اكبر لك الله اكبر اي اي دخيلكم اي لازم هول اللي مشاريع استاذ عادل اهلا استاذ عادل اهلا استاذ عادل كرم حبيبي. الله ما يطول عمرك الله يخليك بنحبك كثير نحن شكرا ومنتابعك يا الله يا الله شكرا شكرا يا الله وحيات الله امي دعيت لي بليله القدر الله يخليك يخلي لي هيك لك ما هضمه حبيبي حبيبي ما مغير عن التلفزيون مرحبا استاذ مين نعيم انا معه استاذ نعيم انت اللي عامل دور شوفير البوسطه اي بوسطه اهلا اهلا هو استاذ عادل الله يخليك شو مع استاذ عادل يعني شو شريعك هيك جديده اه شو مقابله لا انه يعني هيك والله بنحبك والله هلا عندي ستاند اب كوميدي عم بعمله عم تحكي جاي على المسرح حطوا دعايته امبارح الله يوفقك انت بتستاهل كل الخير والله يا والله الاولاد بحبوك والمراه بتحبك الله يخليك بس ما فينا بتعرف والله ما فينا نروح نحضرك لانه اكيد هذا اللي بيكون غالي وكذا وهيك البطاقة شوي شايف يعني ما توخذني انا ومرتي وولادي فهد داعيك فهد يا الله يا الله سكر معك ثلاث بطاقات لك يا فهد الله اكبر ما احلاك الله يخليك يا رب سجل يطول عمرك فهد
فهد الله يخليك ثلاث بطاقات يخلي لي هيك. شو في شيء ثاني هيك عم تعملوه؟ عندنا مسرحيه بفردان هيدي على طول الشباب هيدي على طول بيحطوا دعايتها ايه. كل يوم كيف ما قاعد تطلع الدعايه يا شو حلوه ايه. بس اكيد هيدي مع عشا ما هيك مع عشا غاليه اكيد غاليه لا لا ما في شيء بيغلى عليك يا فهد يطول خلص ثلاث بطاقات لفهد على المسرحيه ايه. لك يطول عمرك اهلين وحيات الله وحيات الله اللي ما بيعرفك قد يجي عليك تسلم لك يعني هيك يعني سموهم في وجوه الله اكبر ما احلى الله يحميك الله يطول عمرك يطول عمرك غير هيك شو عم تعملوا استاذ عادل على التلفزيون نشاط يعني. برنامج نهار الثلاثاء ونهار الخميس ايه على الام تي في على الام تي في على الام تي في ليش ما نحن مش ليش بنشيل الام تي في من عندنا نحن الله خليك مزوي بس هلا ما عم فينا نحضره ليه والله قال لي 8 اشهر ما حضرناه لا انا ولا مرتي ولا اولادي ليه لانه ما عندنا تلفزيون لو بتجيب لنا شي تلفزيون لنحضره عم بقلبك فهد عم بقلبي ليه شو طلبنا منك بتجيب لك تلفزيون كمان شو طلبنا منك ما بعدنا عم نقول انك ادمي ومنيح لا مش هالنفسي ما نحن بنحبكم كمان معلش خذوا عطوا مع الناس ايه دقت بعينك تلفزيون هلأ هلأ وقفت على التلفزيون جيب لك غسالة بعد كمان فهد غسالة عشو شايف حالك ليك ولا هون بالحي ما بقى تقطع سامع شو عم بقول لك ما بدي شوفك مارق بالحي سامع ولا يلا حلوق ولا أحمر يلا شوف يلا لك بعد ناقصني لك يا الله ولك يا حياتي لشو مرقني من هالزروب بدني يا حياتي هيدي الطريق اقصر مش احسن ما ننزل من تاني ميلي ويسف فينا الهوا صف برمي كبير هون عم بسف فينا يا الله لك مين في على الشارع يا حي ورا هذا مشتي ايه يا الله خلص خلص اسمعي لك شو اسمعي بنقول له بونجور ونكفي بنعمل حالنا عم نحكي يلا رح يقطع معه بونجور لك بيقطع هلا بتشوفي بونجور مشتي تا 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 انت وياه تا كيف عم مشتي؟ حفه حفه؟ شو لك كبران ولا؟ ايه شو خبروني قال صرت مع البهو؟ أنا مع البهو؟ ايه جماعة بهو مع جماعة بهو؟ لا يا مشتي أنا ما إلي علاقة بهول القصص شو قص الشعراتك؟ مزبطهم شوي هيك مزبطهم صار ايه. مكزبر ولا بلوط؟ ايه ايه مكزبر ليك حفه شيل إيدك أنت طالع هون جيت طالع هون جيت شو كبران ولا جلبوت؟ الحمد لله ماشي الحال باري على قدك انت قد السرماية ايه ليك صرت الحمد لله قديش صاير قد قديش اي ايدي طيب ليك مشتي كيف اختك؟ اختي منيحة سافرت وين اختك؟ سافرت وين لوين راح؟ لحالها؟ ايه راحت على أبيجان أبيجان؟ اتجوزت وراحت شو اخذت واحد افريقي؟ افريقي اخذت؟ اخذت لا واحد لبناني منيح اللي نفقت لانه انتو كلكم بشعين بالعائلة مشتي ولو شو هالحكي هذا نحن مش عين ليك هاي شو صرت رجال مبين الحمد لله هيدي مين تعال هون تعال شو بدك فيي تركني مشتي هيدي خطيبتي هيدي خطيبتك خطبت هاي خطيبتك انت خطبت ولا جلبوك خطبت ايه شو لك على صرت انت رجال بدك تتجوز اي بدي اتجوز شو لك ايه ايه ليك بعدها ما خطتك عم تنزل لا منيح شو هاي يلا يلا شو مخبرتي انت عن ليلة الحمراء انا وياك اي ليلة حمراء يا عم تذكري اي ليلة حمراء احكي لك شي كلمة انت كمان لو خلص هذا بقى ماشي الحال اي ليلة حمراء انت وياه يلا منيح عشيلة شو بدي شيل فيها شلتها ازعر طلع يلا لا حلقوا انت وياها هيك نوم الحق بس كرامة بيك ما رح مدي جالية اي مبسوط حضرتك؟ شو مبسوط حضرتك؟ شو مبسوط حضرتي؟ أنا كرمالك هلأ سكتت له ها كرمالي سكتت له؟ إيه كرمالك احترمتك لإلك لأنه ما بدي إياك تفكريني أزعر ولي ما بفتح في العرض احترمتك قال طا هيدا مشتي تربيتي ما بيقصد ونعمة تربية مشتي لا 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 بعيني لا مشتي لا مشتي مشتي لا لا يلا حلو مشتي بعيني الله لا يوفقك لك شو فيها ليزا؟ ليش why you make every time؟ I'm really upset حبيبي I don't like doctors. لك أنت لازم تيجي عند الدكتور لازم تعمل check up. I did it. What's wrong with you? You forgot. لا every before six months عملت check up. قبل ست شهور. Hey, so what? Every six months لازم تعمل check up لأنه أنت أكتر واحدة عم تشتغلي بالكباري. I don't like it really. You don't like it؟ No. لا لازم you like it.
بعدين نحن عم ندفع عنك هلا عم ندفع نحن الفحصية 100,000. You have to حبيبي. It's your business. It's not mine. جبت البطاقة الصحية معك هذا اللي yes, يلا جو اعملي شيك اب. مدام ليزا تفضلي بليز. Yes, coming. يلا جو. I'm going. أنا ناطرك هون. Don't. آه. نانا. ليزا. You are Dr. خلابي. Yes, yes, نسرين. Oh my god. طلع تركينا الوضع okay. هون وكل شيء في مواعيد هلا واقفين شوي الله يخليك. Okay. يا اهلا ليزا حبيبي اي ميس يو سو ماتش واي يور نوت كومينج تو كباريه مشغول شوي هالايام بيزي اولويز بيزي يس يس يو فاينلي فيري فيري بيوتيفول فيري جود از اولويز ثانك يو دي وونت مي تو دو تشيك اب تشيك اب از يوجوال اوكي واي نوت اي دونت لايك تو دو تشيك اب يو نو ذات اوكي يو تيك اب يور كلوث $200 وات 200 حبيبي when you come to me to cabaret you pay 200 when I take out my clothes طيب اوكي اوكي استحيل نايم على كل الاحوال يلا one second yes yes يا اهلا بليزا oh my god I miss you so much yes thank you حبيبي thank you very much اوكي okay, ليزا I'm done Jimmy okay. نسرين اهلا اهلا دكتور حلاوه اهلا حبيبي كيفك كيفك شو انت عم تعمل فحصيه يو ريمبر دكتور خلاوه اكيد ولو احلى زبون عندنا بالكباريه حبيبي ليزا بتجنن على سلامتها وكله تمام قديش بتريدي منها 100,000 نو نو ويت 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 حبيبي ويت يو هاف تو باي مي 200 حبيبي نسرين اعطيها 200 هي بدها مني 200 هلا يعني ثانك يو حبيبي كله تمام هات لهون مصاري واتس رونج لك واو جيف مي ماني فور كباريه شو جاي عم يفتح بيكولو بالعياده نو حبيبي ناو اي لايك دكتور ايل كم تومورو فور تشيك اب دكتور يس يس تومورو ثانك يو فيري ماتش سي يو اوكي ليزا باي ليتس جو وان شاء الله ان شاء الله الله يشفيه ويعافيه سلمي لي على ابو زياد ايه مثل ما قلت لك استاذ نعيم اهلا 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 جون كيفك حبيبي كيفك ان شاء الله بخير شو بك عم تلهت وعم تسعد شو لا شوي تعبان انه هون كان ما عم لاقي مطرح لصف السياره مطرح ضليت الساعه قبل استاذ نعيم ولا كانك عايش بهالبلد يعني انت مفكر حالك بسويسرا لا. اذا عندك موعد بدك تيجي عليه قبل بساعتين ليش حدا في صف بسكليت هون لا ما في بسويسرا ابن خالتي له 9 سنين هون بحياته ما لقى قصة عجقة وما عجقة وصفة هيديك بلاد هلا مقسمينها وبيحكوا كذا لغة وكذا بس مثل عنا هون لك يا اخي شو صالية قوية بس صار يومين معلقة علي الصعلة يا زلمة هيدي فيروس معلم جاي عند الحكيم هلا رح تأخر سلامة قلبك لحظة بلا طول سيرة هيدي الفيروس لقلك ليش؟ ليش؟ أنا اكتشفتها أول شيء بالصدفة أنا من جمعة كنت عم بقرا تقرير طلعت هيدي إنه فيروس أبو توني ابنه طاني قاعد يسعل كل الليل هذيك اليوم ما سمعت فيها يشهق ويسعل يشهق ويسعل تجي امه يا حرام ام طاني الله الله يشفي لك اياه ويعافي لك اياه يا ام طاني تعطيه كبايه المي روق شوي لك ما راح طول علاج بلا طول سيري تعطيه كبايه هو يعمل وهي بده ياخذ تعطيه كبايه ما قادر ياخذ المهم بلا طول سيري نزلوه على الطوارئ مين بيلاقوا لك بالطوارئ شي 22 واحد قاعدين تحت طلع هيدا فيروس لا رح طول بالك ما رح طول بالك الحكيم وحيد اسمعني شوي استفيد مني بعد لبك تقعدن هون بك تقعدن عند الحكيم خيي بالدور المهم معلم 22 واحد شي يسعر جايب العيون انا كيف عرفت انه جايب العيون؟ كيف؟ ما ابن خيي حكيم عيون ايه شاطر كثير اه والله درس برا وتعرف على وحده طلعت حكيمة جلد تجوزوا اجى استاجر بيت هلا قاعد يا جان هلا بفل $700 عم قطعت الكهرباء عم على خلص جان قطعت الكهرباء يا جان شو بتزيد هيدا كيف هذا كنا طلعنا بالاسانسير بدي اطلع على 12 طابق الله بعينك ماشي الحال على 12 بس ما تطلعن بسرعه ليه ابن ابو زياد هديك اليوم انتبه 22 سنه عمره قال عامل لي حاله شاب طلع بالثاني صار معه جلطه اخذوا طلعت شو القصه شو القصه من جده هيدي بالوراثه جده بيو صار عنده مره هيك اخذها بالوراثه وبج قلبه يعني عملوا له دفن لك يا جار لانه بيو جده اللي كان بيعرف الوالي اها فعملوا له احتفال طويل عريض ايه ف خلص يا جار بشرفك له طول بالك بقى شو لك يا جار شو طول بالك له بعد ما تطلع 12 طابق انت نزل لي خبري ولا خبري كلهم وراك كنا طلعنا من الاسانسير هلا لك العمى شو صاير له هالعالم ما فيك تحكي معهم دقيقه ونص الي كلمتين عم بحكي معك ما بدي كفي لك عن الوالي
لك هيدا طلعت ابن خالته للوالي، طلعت بتعرف سته للي اخذ بنت عمه لهداك. اخ 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 على وجع الدرس، اخ اخ على ترسرس العصب، اخ عمير خ... اي يلا يلا. نعم نعم. اخ انا صلي الجمعة مش نايم يا استاذ، يا عيني ملا وجع ملا كم يوم مرقوا علي يا عيني. انا صار لي 10 ايام ماني نايم يا حبيبي، طولت بالي عليه بس ما مشي الحال. معك الحال هلا انا لما فوت هي قصة قبع وان شاء الله بنخلص منه وبنرتاح. مين بده يفوت؟ لما انا بفوت براس رس انت بتفوت من بعد مني، ساعتها ان شاء الله بترتاح. دورك قبل بس. لا انا موجوع. واذا موجوع؟ انا بقول له للحكيم موجوع بشيل لي بسرعة. الله اكبر. خي مين اجى قبل؟ استاذ لحظه 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 بك. خي مين اجى قبل؟ لو انت جيت قبل انا موجوع. انا بتاخذ معي تك. انت شو ترسرس؟ ليك هيدا اللي فيني عم يضرب على راسي بكفيني. ها انا عم بضرب على راسي وعلى جسمي كله، اعصابي كلها مش حامتني استاذ. بدي انا نص دقيقه طق بشيله وانت برسرس لك على رواق معك. لا نص دقيقه ولا نص ثانيه. على كل حال هلا انا بفوت حبيبي برسرس. انا بفوت يا خي. مش انا جيت قبل يا خي؟ واذا انت جيت قبل؟ ما انا موجوع. بقول له موجوع، انا ما عم بقدر انطر. عم بقول لك انا اللي جيت قبل، فهمنا بقى؟ انه اذا دفشت يعني بيمشي الحال. ما بقى تدفش يا استاذ ولا وحده. انا معالك لك بدفشك وبدفش 10 مثلك انا. عم بقول لك حاجه دفش موجوع اعصابي مش حنتني يا استاذ. اخ ولي رح اقول لك انا قبلك بقلبك. انا قبلك يعني انا قبلك. اخ بقلبك. شو ايدك مالحه ومسم لك؟ شو ابعت لي ايه هذا اللي بدي ابعه؟ منيح. اهلا. دور مين؟ دوروا دوروا. انا مش الحال خلص. ابع لي ايه هو؟ كيف ابع لك؟ طردوا بوكس. ها ايده مسمه. يا محل الخربر، يا محل البانسر عم تشتغل فيه ليه؟ ليش عملت هيك يا استاذ؟ لا خلص دوري يا دكتور، دوري مي وملح وكب ونروح. اوه طضى. روحت زبون. سلامتك. الله يسلمك. خلص مش الحال هيك؟ ايه. طيب شو هذا؟ شو الايد اللي هذا مهدي؟ هذا مهدي ايده. هيدي اخرتنا نقعد نحل الكلمات متقاطعه يا عباس؟ طيب شو بتعمل؟ وين بتروح بهالساعه والبرد؟ عدول هيدي 8 افقي. سعلة حرفين. قحة. قحة؟ ايه والله مظبوط. لا مش قحة، قحة. قحة قحة، ايه مظبوط. قحة عدول. والله شاطر انت، مش بك شيء فيهم. استاذ عادل. ليك؟ يا ابو عبد. عاصفي بحرية. من مين هذا؟ عاصفي بحرية حرفين. نو نو نو. عاو. استاذ عادل. أنا خير. شو؟ أنا بحبه كثير. هذا لك مين؟ هلا شفته ما انتبهت. أبو عبده لا تحبني ولا أحبك. اعطيني بوسي صغيري شي مره يا زلمه. مزبوط يا زلمه، نحن قد ايه بنعرفه زين. ولا مره اعطيه بوسي قوم بوسه. لك الله يبعث له حي بسبع روس تبوس فيه ليل نهار. هلا عيد الحب وعيد العشاء. انا بعشق هيدا الصبي، هيدا بعشقك عشق يا عشتين. لك ايدك عمي ما تضقرني، ريحتك لهون واصله. كانت للفالنتاين، اعطيه بوسي لهون. ايه ايه عشان فالنتاين ضحكت مع الشرشوره وعدنا قاعدين. هلا انت عم تشرشر علي، دير وجهك لهونيك. وتشيز اند واين. تشيز اند واين. اللي عم تعمل كلمات متقاطعة. كلمات متقاطعة. استاذ عادل، هيدا المهندس تبع الشرش خير مخرمته عليك، قال انتو الغسيلات تبعولكم عم بيشرشروا له تشرشر على السيارة تبعيته، عم بنقطوا له علي. وهيدا غلباوي عم بيصير بيروح مع الوقت وبصير بده يعمل له قصة. طالع شرخته قلت له لايك. بخيه فيك إيه. السين والشين تبرم وجهك لهونيك. عادي الحلم بالانجليزي اربع حروف. دريم دريم مضبوط. ايه دريم. كفي كفي. قلت له لايك. انا الاستاذ رح خبره بس ما بعرف شو رح يجاوبني. انت هلا انت وياه اشتغل منك لوحدك قبل الهول. انا هدول البراده انت مش طلعت لتركب لي ايه؟ ليه تركتهم هيك؟ لا استاذ هدول بدهم نقيشات. انا ايه؟ اخذت له نقيشاتهم. انت مش مضيع عندك شغله يمكن. هاون شو مضيع؟ ما بعرف اذا تركنا هاون ولا هاون. شو مضيع خيي؟ هي قلم. انا عندي القلم تبعي اللي بحبه. اي قلم؟ هذا من ايام الطفوله. قلم قلم عادي بس انا بحبه من ايام سيلو يعني. لا بيك من هذا الازرق. العاصفة البحرية عقدة؟ مقياس العقل عقدة؟ عقدة؟ استاذ هيدا قلمي استاذ. ايدك ايدك عنا. هيدا القلم لك؟ هيدا قلم حاطه بتمه. طب انا بقرف هلا كيف بدي ارجع استعمله؟ هيدا القلم حاطه؟ هيدا قلمي هيدا وانا بستعمله بنفس الطريقة. لك انت شو خصك ان شاء الله؟ ها؟ ها؟ بدي اعمل هيك. انت شو خصك في القلم؟ لا لا هيدا قلمي. هيدا قلمي ضنايا. هيدا مرافقني من ادم وصغير ايام الطفولة. هيدا بايام السيرتيفيكا عامل فيه شمس اكس. لك حاجة. عامل شانس اكس تك مرات.
هيدا الألم؟ هيدا الألم أنا بستعمل نفس الشيء. أنت ليه عم تمصمص في نفس الشيء؟ أنا مصمص في نفس الشيء، مثل ما بكون أنا بكون عم فكر بكون حالته بتمي هاي كمان. يا مش عادل. بس هيك أنا كمان. عادل قل لي لا، هيدا الألم إله قل لي لا. لا وأنا بحطه بتمي مثل ما أنت هلا حالته بتمك وأنا بعرف منك. لك يحطه؟ وإذا بتاع قبل ما تبقى ملايك. حطه بداية بنظف في داية. حطه بسناني بحكوش في سناني. إلك ساعة إذا عندي شيء عبير أنا بستعمله وهلا بقهم تقلك بقهم يلا ما زالك هيك. لك ما تبقش عم بمزح ولك ما تبقش عرفنا يا زلمي إله ساعة دحوش لحنا بزعيمه عرفنا يا زلمي رب الله لا يوفقك انت ما لقيت إلا أنا متح خد وخلي لك إيه حطه خلي بدأ حطه وين عبا بقلبك حمدي حطه بجيبتك لوراني يعني انتو عن جد ما عم صدق شو ما عم تصدق؟ معقول راسكم جايين تقدموا على سكرتير يعني؟ صوفيا صوفيا دغري بتفجر صوفيا اذا بدنا من السوي مثلنا مثلكم ولا شو؟ انه الشغل عيب انا من انا وصغير بحب اعمل سكرتير انا بتعرفي شو؟ انا فت على الباهة هذا الفترة بخبرتك ليه؟ اوكي؟ فت على لبكي فبدأ 100 كلمة على الدكتلو بدقيقة دكتلو؟ ايه وجدي قوة بتبكتلو من قبل اي عصر عايشين وجدي وجدي انتو عن جد عم تجننوني بعدهم في بعد في دكتلو من راسك؟ حياتي في ناس كثير بتستعمل الدكتلو شو اسمه؟ سوري سوري انتوا جايين تقدموا كبات؟ نعم انت شو كنت تعامله؟ كنت اشتغل بمكتب هندسي وسكر سكر؟ سكر الدرب وجهك عمرك انا وين شايفك؟ انت شو كنت تشتغلي قبل؟ كمان بمكتب هندسه اه شو عامل كمان سكر؟ لا كيف صحتك؟ على وجهك البكش؟ عم تضحكي تضحكي بالاسنان جي تعبر عند اسوى كيف اخذ هيدا البوعد؟ شو كيف اخذ؟ كان عندي بوعد بحكي بالجيلوكولوج نزلت عملت فحص فرط شو هذا فحص فرط؟ زازة اه قول زازة لازم كل وقت كل فترة لفترة لازم نعمل شيك اب وجدي؟ وعملت فحص ماما شو مامو؟ ماموغرافي بس اه والله عندك شيء بالصدر؟ بدي اشوف يمكن لازم كل وقت لانه بيعملوا هذا الحملات لازم اصلا كل سنه تعملوا فحص تتي شو في؟ ان شاء الله هذا المدير هيك يطلع على تعيط هلا واول هلا قالوا لي عنده حماس قالوا لي صاحب شركه قويه عنده بدبي ابو ظبي بكره بصير ابو ظبي واو ايه هن اصلا عن جد الشركه كثير كبيره بس هلا بليز ما بدنا نتخانق كرمال هذا الشيء الوظيفه اول شيء هو اللي بنقى اذا هو بده ينقي واحد بيكون لإله ليش انت قررت من عندك؟ لا انا وجدي مش توصل لقمي للتم وتشلي اياه وحياة اما بزعلها هلا بتبلشوا تتخانقوا قبل ما تشوفوا المدير اصلا وتقرر ويقرر مين بده عفكي للفل انه اوكي خلص اوكي وجدي خلينا نشوف هلا شو بيطلع معنا اوكي تروقوا شوي ما تجرسونا اسمعوا انت لحضرك قاعده ولا بدك تفل؟ باقيه باقيه؟ اه والله باقيه اسمعوا مني انتوا اثنيناتكم فلوا بشرفيه لانه الوظيفه لنا نحن بنعمل اللي ما بنعمل لا مزبوط تتي شو حياتي مزبوط هول البودره بيتحشروا بالسكرتيرات تبعولهم انه هيك بيقولوا غير لكن جينا على محل المزبوط يس 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 لا 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 بونجور بونجور سافا مين مسيو وجدي؟ يقطع عبرك مسيو بعينك بلشي غلط بلشي غلط دوازيل بليز سوري هلا اجا دوره؟ اي نعم من حضرتك؟ انا مديرة الشركة وانا اللي طالبة سكرتير سوري؟ باردون شو قصدك؟ انه انا بدي سكرتير نحن هو ما في مدير شركة؟ نو 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 أنا حضرتك المدير هون؟ اه انت مرة بشرج ايه؟ اه نحن جينا على اساس انه فاكرين رجال طيب ليش ما بتحطوا بالجرايد انه يعني المدير انتايا؟ كيف يعني؟ يعني عقربة مزبوط انت موضحة انا جايين سنين سنين على الوظيفة صار في مس اندرستود هون اوكي؟ تي انا بالطرف خلص مبروك عليك الوظيفه نو مبروك عليك لإلك فشرت برقبتك مش انا نواق اشتغل تحت الدبر انا جاي حاط براسي انه في تحرش هلا بآخر حياتي اقلب لزبين اه لا انا جبتوني على الفاضي بس قوم نمشي مش عارفين مبروك الوظيفه انا عارفين يلا خذوا الوظيفه اوكي خذوا خلينا نشوف شو بده يطلع لكم اوكي اي اي شو اي 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 حفو انزلت عنده نزلت عملت فحص بامه فحص شو يس يس يلا
انت شو خصك في الالم؟ لا هيدا المي، هيدا المي ضنايا. ضنايا؟ هيدا المي بحبه من انا صغير. المي ضنايا. وصفك؟ ما وظفني. هالمرة وعيت مأخر ومعلقت بعجقة سير، بركي حظي بيتغير وبرجع بتفائل بالخير. بس شافتني السكرتير قالت لي شكلك لزقة، مش فاضيلك المدير وهلأ في عنده عجقة. وظفك؟ لا ما وظفني. صاحبته اهتمت فيي وسافيتي فواتت له، توظفنا وهيدي هي مثل الأم وضعيت له. قال لي الظاهر ما بتفهم، ما في عنا وظايف.